مشاهدي ومتتبعي قناة شوف تيفي قناة الشعب، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة 16. إذا كيف ما كتلاحظوا معنا الآن مشاهدي ومتتبعي قناة شوف تيفي قناة الشعب، معنا هذه السيدة الأرملة اللي عايشة في واحد بيت في السطح اللي شغنقول لكم كامل مشقوق، عامر بتشققات، فيه تشققات بزاف لدرجة أن الحديد باش مسقف هاد البيت هذا ديال السطح اللي ساكنة فيه، والحديد بدا كيمن. غنقربوكم دابا من الحالة وتشوفوا التشققات اللي كاينين في هاد البيت هذا قبل ما نهضروا معها. راه هي مهددة بأن هاد البيت هذا يقدر يطيح ليها في أي وقت. إذا هانتوما كيف ما كتلاحظوا معنا مشاهدي متتبعي قناة شوف تيفي، السقف كيف ما كتشوفوه معنا كامل مشقوق، يعني ساكنة غير في بيت ديال السطح وكله مشقوق. دان كيف ما كتشوفوا معنا هنا بيت عامر بالتشققات، مهدد انه يطيح ليها في اي ساعة وفي اي لحظة يقدر يريب عليها السقف هذا. كيف ما كتلاحظوا معنا انه كامل عامر تشققات، وده جينا نسقيفه هنا كيف ما كتلاحظوا معنا على ان هذه طاحت. فوقاش طاحت هذه؟ هذه طاحت غير نهار ديال الخميس اللي فات، ماشي البارحة وانما الخميس اللي فات. دان قاتنا كانت كدوش خرجت وهو يطيح هذا الشيء هذا. واذا قربنا لكم لهذا المكان هذا فرحته هو مهدد بالسقوط. هانتوما اذا كتعمل غير الحلول الترقيعية فقط. بيزلي مهدد انه يطيح ليها في اي ساعة. اذا غير البارحة سمعنا، يعني ليلة البارحة ولي البارح في 11 دلي سمعنا على ان عمارة طاحت، ونقدروا في اي لحظة نسمعوا ان حتى هذا البيت هذا طاح، او السيدة هذه او هاد الام الارملة وقعت لها شي حاجة. اذا كيف ما شفتوا معنا مشاهدي ومتتبعي قناة شوف تيفي قناة الشعب، شفتوا غير موراها راه كاين تشققات في الحيط من موراه، يعني البيت اللي ساكنه فيه عامر تشققات كامل مشقوق، في اي لحظة ممكن انه يطيح، في اي ساعة مهدد بانه يطيح. وهي ما كتطلب والو، الطلب ديالها شكون يعطيها غير السلعه باش تصلح. اما المعلم قالت لك كاين الدراري في الحومه اللي يقدروا انهم يصلحوا لها، هي اللي طالبه دابا اذا كان غير شي محسن انه يقدر يعاونها باش تصلح. المهم حنا غنخليوكم معاها، هي اللي غتقربنا اكثر من الحاله ديالها وكيفاش عايشه هنايا وكيفاش كتقدر تنعس تحت هذا الدار هذه اللي او هذا البيت هذا اللي عندها في السطح كامل مشقوق. غنخليوكم معاها، هي اللي غتقربكم اكثر من الحاله ديالها، يعني نقولوا اللي قلنا ما نقدروش نحسوا بديك الشيء اللي كتحس به هي، لان هي اللي عايشه هنا. اذا مشاهدي متتبعي قناه شوف تيفي قناه الشعب، غنخليوكم معاها، هي اللي غتقربكم اكثر. السلام عليكم. عاود المشكل ديالك كيفاش عايشه تحت ايوا خوتي، رجعنا في الله، الدنيا هذا حالة، أنا بقى صحة بزاف، نضربة فيا الله طامو ساكتة، أما عندي تا شي واحد ساكنة مع خوتي، ولادي يما وبابا، خلوني في هاد المحنة، ما كيرحموني تا واحد فيهم، بغيت غير شي واحد يعاوني، يعاوني ربي تعيط عليا كنعس في السطح، ما كنقدرش دابا تنعس دابا لحرارك،
كنخرج نسطح، ما عنديش حتى اللي يشري لي تمن ناكل باش نشري السيما ونشري ديك الشي، ما عنديش. هكا خاف نمشي نعس الزاقة نتكرفص انا وولادي، ما عنديش فين نمشي. انا البيت دبابة مسكين الله يرحمه، هو بناه، هو عطاه لي قبل ما يموت. انا قابلته مسكين، كان فركون، كنت كنصرول له ونقابلو وكيرضي عليا. انا دابا شني عندي في حياتي؟ عندي الرداد والديا، شي دا الفلوس، شي دا الدنيا، انا ديت الرداد والديا وديت هاد المحيحل، خلاه لي والديا فين ننعس. محل بني عليك الاب ديالك يعني باك قبل ما يموت. قبل ما يموت سمع لي، قال لي بنتي عندك هاد المحل في البيع، عندي الورقة الملكية للبيع، ولكن باش اللي خوتي هما هنايا التوحيد كيقول لك ما كيتفاهموش، احنا بعد بنات التوحيد ما كيتفاهم. مي كنجيو نهضرو كينوضو يدمزو، كنجيو نحلو المشكل ضد الدار، كيجبدو المشكل القديم، كانوا ديتي تينا ديتي تينا. انا كنخرج نزاقها كنطيش، انا حياتي كامله في الزاقه، كنبيع ونشري في السوق، هما براسهم خوتي كيعيطوا لي انا بنت السوق. دابا حاليا كنمشي عنده كيشدوا عليا البيبان، كيقولوا لي تينا بنت السوق مشي. انا كنمشي للسوق كنبيع ونشري في الارض مع الناس في السوق. السوق ما كيولد حتى شي واحد، السوق الناس كيمشي، كنمشي نترزق الله ونبيع ونشري. الناس د الحومه كاملين كيعرفوني، هما براسهم كيطيوني ما نلبس، كيعرفوني كنمشي للسوق كيطيوني ما نلبس. كنمشي لعند الخياطات هنايا كيخيطوا الجلالب، كيطيوني جلالب، ماشي كيطيوني وحده، كيطيوني خمسه سته، تقولوا لي هاك البس. مع دايما كندوز قدامهم بحوايجهم، عمري مشيت شي حاجه اذا الا جاتني كبيره عليا ولا هذاك، كنمشي ننزلها في الارض كنبيعها. شحال كنبيعها؟ 1000 فرانك، 20 درهم. الا عطاتني تا 5 دراهم كنقول لها ديها يما. شحال ايه دابا هذاك؟ والله الا بعت جوج ب2000 فرانك. وجيت بحالي شبر، دبرت اليوم 30 درهم في السوق، شريت الحوت هاي عنقليها دابا نطي منها القطوط عندي، راهما بالجوع تا هما مساكن بحالي. انا بيدي ملي فطرت الصباح كان عيان خرج هيدا زعما باش ندبر اي شي حاجه، هيدا باش نصلح اي هذا المكان هذا اللي كان نعس فيه. ما كان وفرش ديك الفلوس اللي عندي. والله داكشي اللي كتجي وكتصرف وكتقدر تصرف، بصح ندبر دابا كلشي غالي، بصح ندبر على المعيشه ما تاكل. انا بوطه دبرت 15 درهم عمرت هذا معاه. هيا كتسمع فيك دابا عادك شعلت، كنت غنعمل قهوة على راسي كيحرقني، كنبقى نشرب قهوة بزاف، عصني ضروري القهوة كحل وما عندي شي. وانتينا كتشوفني اخ، كيفاش كتقدر تصدق عينك وانتينا كنعسة؟ ما كنعش انا، كنبقى هايدك انا حتى الصباح مور الفجر، كنصلي الفجر كنبقى فايقة. السبعة كنعس، 9 10 كنكون فايق، ما كان نعاشي النعاس ما كيجينيش. من النهار اللي عملت عندك شي نهار يطيح عليك ولا شي؟ والله الا من النهار اللي عملت ديك الترقيح اللي برا الثالثه ما كان نعاشي النعاس ما كيبغيش يجي مره. بغيتي قلتي لي كنتي كدوز خرجتي ان شاء الله خرج، ان شاء الله خرج هيدا مع الباب السطح وهو كيعمل كراو. مرض العيد اختي هي ساكنه تحت مني، طلعت كتجري في الدروج، قالت لي لها وهي بيدهم طاح عليهم البيت وعدلوه. هما باش تعرفوا من الناس مطورين، هو طاح عليهم البيت عدلوه من تحت، ومن السطح اللي خصو يتعدل ما عدلوهش، ما قدروش يشريو السيما ويحرحروا السطح كامل بالبغلي وهذاك. لا والو عدلت عي هذاك، ها هو دابا تشقلو ملي شافت الطوالي طاحت وهادشي، قالت لي البيت رجع تشقلي. لاحظتي انا خدمتي الخدمه، خدمة والو، خدمة هذيك اللي عدلتي من تحت، تلبس من طيحات وكامل وعودات ومن داخل، ولكن هو خصها قرابة من فوق مسطح. انتوما كاخوت مع بعضيتكم ساكنين، حنا الخوت، انتوما اللي ساكنين دابا ماشي خوت، انتوما اللي ساكنين في الدار. حنا اليوم ما بقاتش الخوت، ما بقاتش الاخوات، قادات الاخوة من الدنيا والو، ما بقى لا خاك لا اختك. والله الا ما تخيل خاك او لاختك، صلة الرحم ما كايناش مع اختك. انا دابا
انا الضعيفة، انا الفقيرة، انا اللي ما عنديش. ماما كاملين عندهم ديور ديال، انا عندي اختي ولادها خدامين عليها، عندي اختي عندها ابنة قاضي، اخرى عندها ابنة استاذ، اخرى انا ما عندي تا واحد، عندي الله. ما كيعقلوش عليا مرة. انا كو واحد نوبة في 2020، بنت في اذاعة دوزان، عاود عليك في دوزان، كنت في دارنا. انا كان كنت كنمشي لجمعية دارنا، وباقا حاليا كنمشي ليلة، كيطيوني ناكل كلشي تما. كنقرا محاربة الأمية في جمعية دارنا، وعملت معايا ديك الرئيسة الجمعية، عملت معايا برنامج في دوزم 2020، وجات الجمعية مليون يوسف، سمعتي؟ اسمها مليون يوسف، وعطوني الدعم نكون راسي ونكون. كيعرفوني اسبانيول، كنت معاهم موخات ولادي، ولدت في موخات ديك اللي في سوق الدار، كبروا كيقراو تما، هذه كبيرة كتقرا مع اسبانيول، مي قرات وتوظفات وهذه. واحد العام سقطت خرجوها، بقات جالسة، دخلتها تخدم في المعمل ما كسيتش. جات الجمعية اليونيسيف من عندي، كتسقسي على فاطمة كنفاوي، أنا أصلي كنفاوي، تسقسي على فاطمة كنفاوي، قالت لهم خصني نعملو معاها استجوة، عملو معايا استجوة في حالي كنهضر معاك دابا. هادو النصارى ما سمعاهم برنامج، وعطاوني الفلوس الجمعية، وقالوا لهم هاد السيدة هادي اللي ربت ولادها معانا وعملت خدمت متطوعة باش يشوفوني، فهمتي؟ وخدمت وهادي في الاخر، عاونوني اليونيسيف، عاونتني اليونيسيف باش نعمل المشروع ديالي، نكون راسي، ما بقاش نسعى وما بقاش فهمت صدق، ما شفت ديكشي منو حتى شي حاجة. يعني مش بارتي لا دعم من هو، شبروه هما، ولكن هما شراو لي الكروسة، يعني دعموه، شراو لك دعمونيش، الكهرباء. كانوا شراو لي ديك الكروسة ولاو جاو داوها. قلت لهم انا ما عنديش الصحة ندفع كروسة الحديد، فهمتي؟ ما نقدرش ندفع، خصني شي حوينتا هادي صافي. ديك ساعتك ديك الكروسة جاو موراها واحد جوج العساسة في موخات، داوها باعوها بشي 60 الف، كلاو ديك الفلوس صافي. بلا ما تسميش لي شي هنية، حاليا شنو هو الطلب ديالك؟ كان طالب عين محسنين اللي يعاونني نصلح هاد البيت، الا ما يعطيني لا فلوس لا حتى شي حاجه، هو يشري السلعه بيده، يشري لي السيما يعني تينك باغا غير اللي يشري لك انا السلعة هي باش السلعه تصلح. صافي، ما خصني انا لا فلوس لا والو، خصني غير اللي يصلح لي المحل ديالي. راه غدا ولا بعدو نصبح انا ميت، انا ولادي هنايا، ما عنديش حتى اللي يوقف معايا. كان طالب عين محسنين يوقفوا معايا، يعني بالنهاية انتي راك تخلصوا من عندك. بناية انا كنخلصوا من عندي، هما دراري الحومة كيقولوا لي مساكن، حنا بناية وكنعرفو نخدمو، جوج دراري ثلاثة هما هي جوج يخدموا، كيقولوا لي حنا في جوج بينا حنا نعدلو لك اختي فاطمة، شري هي السلعة، شري السلعة ونزلها. واجي قلنا انا شريت السلعة من غدا نصبح وكنعدلوها لك، ما خسرو والو، ما طينا تا درهم. هما دراري د الحومة بالعة، ديك نور الدين العروسية، هو الرواسية وكريم. اذا بغيت يتعاون معك شي واحد يقدر انه يعاونك بشي حاجه، فين يقدر يتواصل معك، فين يقدر يدار معك؟ تواصل معايا في النمرة ديالي، هي تما النمرة ديالي نعطيها لهم. مسقولة. 06 5 8 0 1 0 يا اذا نسيت العيلات عاود. 06 5 8 0 4 1 0 35. في 4 نسيتيها قبيله والله ولا سبتها؟ ايوا اي والله يوقف معك. اذا مشاهدي متتبعي قناه شوف تيفي قناه الشعب، الدار وريني عليكم في الاول ده هذا البث المباشر. السيده ما طالبه والو، خصها غير اللي يعاونها بالسلعه، يعني اذا ما بغيتو شي او اذا ما بغاش شي واحد يعاونها ماديا يجيب لها غير مواد البناء، فرم مع المية اللي غيصلحو، قالت غير الناس تلحمو وهي مقيد تابعهم، يعني هما كيقولوا لها جبنا غير السلعه حنا نصلحو لك. اذا كنتمنى ولا كانت شي جمعيه ان هنا قادره انها تعاون السيده هذه وتقدر تصلح لها، او اذا كان شي محسن او شي محسنه اللي قدروا انهم يساعدوها ولا يعاونوها
فما يبخلوش عليها. اذا مشاهدي ومتتبعي قناة شوف تيفي قناة الشعب، كنتم معنا في هذا البث المباشر من مدينة 16.